اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله تكونوا بألف خير. حسيبه ما زلت كي خرجت قلت باش نصيق باش نديتهم والطقس تقلب. الاوزر غادي كريت هذيك عاصفه هذيك قلت باش تتعدى علينا في شويه الدنيا سخونه. اي هكا هو مره وقتها صارت لانينا دي اختي بحذية والدنيا هيك صفارت ومن بعد صارت كوارث. اسمعي هي ندخل مش لازم هاي تو كان ركحت الدنيا تو ماما شبه سخونة سخونة تحرق وتصب المطر هاي تصب التفيد. شوفي الدنيا سالم رد بالك تجيك العاصفة تطيرك. هاي باي باي سالمة. شبابك هيا برك مسكرين لهني نحيتني على اساس نحيت الزربيه هني. سكر البورتفينيتر قلتش ما زدت عملت الشبابك وعملت ال كنيه مظلب يا بني توصل تطلعش كحاجه كبيره هكا ساعات فما حاجات تكسر الدنيا وتكسر شبابك. نمشي نجيب نفش زربية لهني نمشي نفرش زربية لهني شت هيكي برا اقعدوا ملا باش نسكر هاي كان هدية الطقس تون رجعت الدنيا خاطر كنت عاملة الفريز باش نعملهم جيم تاع فريز باش نعمل قهوة بيت نومي يعني الأكثرية يعني زربيت البيت النوم وزربيت سلمى سلمى غسلت لها زرابها يعني في رمضان وقتها على دخلة الصيف ولا شنو غسلت لها الزرابي. التابية الكبيرة خليتها مخبية والتابية الصغار فرشتهم على نظافة وقتها باش حتى كي نفرش معناها نفرش على نظافة نغسل الريدو بتاعي نغسل الزرابية وباش نغسل زربيت الكل الواي باش كي نفرش الدار تفرش زادا كل شيء يبدا نظيف. هذاك علاش قلت خليني نبدا بهاكم وان شاء الله عندي حاجات في الصاله تتعمل. نغسل الزرابي نتاع الصاله زرابي الصاله نظاف ما غسلتهم وقتها معناها غسلتهم في الربيع وقت هذا هني غسلت الزرابي الصاله نظيفين ما فيهم حتى شيء ما تعدى عليهم سيف كامل لكن غبيب الكل لازمتني ننظفهم. البارح مشيت كي خديت الجافيل وخديت هدية اللي نعمل بها نحك بها الزربية عندي نخلة كي تركب فيها عصاي ريحتو عجبتني على النخلة عندي الفيناس نتاع ليلى ريحتو عجبتني نغسل دي الزرابي خيط بدون جافيل وتخلي بعد شوية على الفينيس نبدل شوية ما تفرش ما تفر بيتي جست غدوة نغسل الريدو بيتي ونظم بيتي عندي الخزينة باش ننظمها ونمسحها ونعمل الكوافيز ونفرش بيتي هيك بدا ريحة هداك الزرابي ريحة الريدو نظاف تبدا حاجة أخرى. يعني اليوم ما عملت حتى شيء في الدار قلت خلي باش العشية اللي هي كان في بيتي حبة كيك الصبحية نعمل الدار و مثال العشينة اللي هي في بيتي مثلت أخذ الحيلة من الفريز بعدين نقرأ في ناس اللي خايفين حد شيء معرفش يمكن تعديت
تحطش حداها. ايه دواء حليب برا برا بدل التلفزه. عملت قهوة قلت يخليني نشربها حتى نشوف الطقس. بسم الله. قالت لي يا بيم حتى لي تنحى الوجه متاعها حط حاجة نتفرج عليها. اسمع رعد البنات حسيلو خنكة من نشرب قهوتي وبعد نشوف شنو باش نعمل. نقدر بلد بشير
الا هني البنات كان لاحظتوا كل مره هيك نقص في التصوير ونرجع تليفون بحكم السخانه متاع اليوم. الفيديو هذا مصورته النهار اللي معناه صبت فيه المطر، نهارتها بالحق سخانه يظهر لي مش عاديه فوق الأربعين السخانه. ما حبش يصور لي تليفون اني نركح ويرجع يسكت، اني نخدمه ويرجع يقول لي ما لا في 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 الصيف وفي الكوجينه في السخانه قليل وني يعملها لي. واليوم بالذات ما حبش يصور لي جمله، يصور لي لقطه ويقص لي. كمان حكينا الزرابي بالباهي، خاصه انك زربيه نتاع الكلوار حصيل وخذيت بايها اكثر، هي اكثر زربيه مسخه بالحق مش عاديه، معناها هي زربيه الكلوار بحكم انه الممشى الكل غاديكه، معناها ماشيين جايين تلقانا على طول النهار، باش تهز ماكله للصاله باش تهز حاجه حاسيلو ديما ديما يعني صباح وليل وحنا نمشيو عليها، هذيك اكثر حاجه مسخه. اما الباقي الكل نظيف، خاصه زرابي بتنومي بحكم غسلتهم في رمضان، حتى معناها تصب عليهم شويه مي وكهوه حتى هيك ريحه برودويه كريحته فاوحه، وما غير حتى حكي انما اني الحق حكيتهم بالباهي مثالش مش مشكل، التعب مخلوف. خاصه اني الزراب عرفتوا فيهم كدلي باش هكوما البيض، كي تقعد مده ما تغسلهمش يصفاروا، تحسهم يصفاروا بالغبره هاكا، كي نحكم ديجا نركز عليهم من يذوكم كثري بالبيض نركز عليهم، كي يصفاروا لي نعرفهم اللي هما تمسخوا الزرابي، وكي هكا يبيضوا نعرفهم اللي هما يبداو نظيفين. وكل اكثر حاجه ركزت عليهم كل هذوكم يعني البلايص هاكم. اما بتنوم الحق ديما معنى اكثر زرابي يقعدوا لي نظاف، ديجا نصلي وغاديك واكثر بلاصه نظيفه. اما الكلوار، الكلوار نحكي لكم مش الجهد الكل خذته لي، اصل حتى لونها كان بيج، معناه هي تحسها جريج، تحس حتى لونها ولا بيج. كملت حكيت السند الهكومة اخر حكه، وقلت لسالم هيا ركحهم بالمي وبعدها معناه نحي منهم كل الرغوه ونغسلهم. ديجا بدات المطر تصب لهني، المطر بدات هكا تنكت راهو. قلت هاكم بعد بالمطر يعاودوا معناها يتغسلوا. وفي الليل صبت مطر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، خيرات ربي صبر صبت في الليل حسيلو. يعني لو كان خليته بالزرابي كيك بالبرودوي صدقوني ينضافوا، معناها ينضافوا بحكم المطر ما شاء الله ربي يرحمنا بمطيره تهب ليلتها. كهو المحلة أو زيت عرفتوا كم نظافة زيت نظافة وزيتت هكا، والميل مطر ما شاء الله يخلي لك الزرابي زرابي وقال عباين، معناها الكوفيرتات يخليهم لك رطاب ما شاء الله، يعني خاصة الكوفيرتات كي تغسلهم بالميل مطر مش كما ميشيش ماء. والزرابي ما شاء الله يعني هكا غسلناهم ركحناهم وزيت صبت عليهم المطر، زيت نظفتهم أكثر حصيل ولاو يشعلوا شعيل. اني حبيت نغسل بالبروس هذيك، ما حبيتش ناخو عندي يعني البروس اللي تتحط فيها يد البنات، ما حبيتهاش هذيك، نحسها تعبني على الاخر، ما نجمش يعني ما نجمش نتقوى على روحي بك العصا هذيك ونحك البلاصه، نحسها رزينه والشيطة تحلي في الزربيه، خاطر الزربيه كاليتي خشينه. حبيت هذيك خير اللي باليد خير، هاكا مني لها معناها مني للبروس ونحك الزربيه. الاخرى باليد بصراحه ما نجمتهاش، معناها ما نجمتهاش جمله، كل عام نمدها ونحاول نغسل بها ما نجمتهاش. حسيت هذه خير، صحيح هكا باش تقعد على ساقي كلوطه ويعني وظهرك وكل، اما حسيت هذيك هي اللي ساعدتني خير من خير من اللي بالعصا. كل واحد بطبيعه كيفاش يرتاح. لاني كملت حكيت زربيه نتاع الكلوار، قلت لهم افرشوا لي الزرابي الاخرين، يعني بصراحه هبلوني 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 الصغار، ما عندي حتى حل، معناها ما همش باش اني حابه سالم، خاطر سالم بالحق يعاوني يعاوني حتى في المي، معناها يصب لي المي على الزرابي ينحي لي الرغوه وكل شيء، تخلي انس الاخر يتغشش والاخرى تتغشش وكل. ديجا سلمى كريتها بكري كبت لي البرودوي على الزربيه، كهو ما عندي حتى حل، هوك نقول مش مشكل نهار ويتعدى
ما زالوا لي الزرابي متاع الصالة هذوكم نغسلهم كي تحضر لي الصالة إن شاء الله، كي تكمل التغليفة ولا قريب تكمل نمشي نغسل الزرابي الصالة، خاطر ما تيقيش الصالة من غير الزرابي. وزيد باش نغسلهم تو ونرجع نفرشهم زيد، هاكا نغسلهم كي نعرف روحي باش نفرش الصالة معناها في الأخر. زرابي الصالة زيد غسلتهم يعني بالطبيعة، غسلتهم عمناول في الصيف وغسلتهم من بعد في الشتي، كنت تذكروا مرة وقتها كبولي الحليب وكل يعني نظاف غسلتهم، اما نعاود نغسلهم هما لما حاله زرابيه خفيفين. جست نتاع الكانيش، الكانيش هذيك تحسها رزينه كي نغسلها رزينه على الاخر، اما ان شاء الله يعني اربع زرابي ما يقلقونيش كيما يقلقوني هالتبيات الصغار، صدقوني اعطيني زرابي كبار كيما الماعون نحس روحي عرفتك الحاجه الكبيره في ساعه في ساعه تكملها، والحاجه اللي تبدا صغيره كيف ما هيك والقش نتاع الزرابي يفدوني هاكم اكثر. من بعد هكا زرابي الصالة نفرشهم في نص ساعة في ساعة نخرج منهم يعني نغسلهم يقلقوني الجملة، نغسلهم إن شاء الله ذوكم بعد رجوع القراية يعني كي تحضر الصالة. أما تو باش كانت التابيت متاع البيوت متاع بيوت سالم متاع بيت سلمى، بيت سلمى التابية الكبيرة هذيك مغسولة نظيفة ما فرشتهاش خاطر في الصيف، غسلتها في أول الصيف وخبيتها. وتابيت بيت سلمى زاد غسلته في دخلة الصيف ولا في رمضان وقتها ولا في العيد حاجة كما هكا، أما فرشتهم التابيت الصغار كان تابي الكلوارة ذيك ما غسلتها حتى مرة يعني عام كامل. وكاو هذه التابي اللي كنت فرشتها في الكلوار، وعندي تابيت بيت الأولاد زاد باش نغسلهم اللي فرشتهم الأخرين نظاف. وكاو هذي شنو عندي زرابي، والكوفيرتات كما تعرف غسلتهم اول الصيف وقت قبل ما زلت الدنيا تصب وانا نغسل في الكوفيرتات، ارتحت عليهم هذوكم كهو ما عاد عندي حتى شيء الحمد لله يا ربي. كهو وكل الواحد بشويه بشويه هذاك هو الصيف، هاو مره عوله ومره غسيله ومره زرابي، اما هو المستحسن الكوفيرتات خاصه يتغسلوا اول الصيف يتخباو ضيفين، والزرابي اللي كيف حالتي معناها تفرش زرابيها في الدار تغسلهم اخر حاجه، خاطر اني في الصيف ما نحيش زرابيه، كان جيت نحي الزرابي راني نغسلهم يعني نخبيهم نظاف. وكهو ربي يعينها ان شاء الله يا ربي، اجواء عالميه يعني قاعده نغسل والمطر تصب.
بسم الله ما شاء الله. بسم الله. ايجي ايجي. اللهم صيب النافعه. ايجي انس. هني كملت وهي بدات حصير عملتك الجلابي من غديك. ايجي انس ايجي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صيب النافعه. ملا هني. نشرته. اللهم صيب النافعه. سبحان الله العظيم. فيها طيقت هاني كل. اللهم صيب النافع نافع يا رب. الحمد لله يا رب. ان شاء الله يا اللي حبيته. حسيرو كملت. اي كمل يا سلمى. تعشى. تعشينا. غسلت الماعون. قهوتي ما زلت نشرب فيها. ما زلت سلمى قاعدة تفطر. طاحة الفلش. ما يطلعوش الفلش. لبشتي. ما شاء الله. لبشتي.
ما شاء الله. قلنا في مصطلح وبالا قال هي